إذن مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات تشهد بغداد وعدد من مدن العراق وقفات احتجاجية للتنديد بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وللمزيد معنا ينضم مراسلنا أحمد مؤيد. أهلا بك أحمد. أحمد، ضعنا في صورة الموقف لديك، تفضل. مرحبا سرمد. على ما يبدو أن دائرة الاحتجاجات على المساعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية بدأت تتسع هنا في بغداد. هذه هي الوقفة الثانية من بعد أن عرض القانون للقراءة الأولى لتعديل هذا القانون. هنالك احتجاج واسع وبدأ يتسع أكثر فأكثر من قبل بعض الشخصيات المدنية وبعض العناصر النسوية وحتى بعض من شخصيات تشرين الرافضة لتعديل هذا القانون، على اعتبار أنه هذا القانون حسب وصفهم فيه إجحاف للمرأة العراقية. نتواجد الآن في ساحة التحرير، بعد قليل سيكون هنالك بيان مشترك سرمد لتحالف الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ والرافض لتعديل هذا القانون. يقول المتظاهرين هنا أن هذا القانون النافذ هو من أفضل القوانين في المنطقة، القانون العراقي الحالي، وأي تعديل على هذا القانون هو مرفوض. يعني اليوم الوقفة كانت تشهد مشاركة العديد من النساء والفتيات، بعض الأمهات هنا تحدثنا بدموع إن صح التعبير على ما يحصل في مجلس النواب. يطالبون بتشريع قانون العنف الأسري الذي هو الضمان الأكثر للنسيج الاجتماعي والحفاظ على العائلة العراقية، على عكس ما جاء بتعديل هذا القانون حتى قبل الإعلان عن المدونة التي يعني وعد مجلس النواب أنها ستعلن بعد القراءة الأولى لتعديل هذا القانون. لكن الكل هنا يرفض هذا التعديل ويتحدثون عن هنالك قوانين أهم ينتظرها الشارع من هذا القانون الذي يثير الطائفية ويعيد بحسب وصفهم العراق لأكثر من 1000 سنة. يعني الحراك الشعبي في بغداد وبالتزامن بنفس الوقت بمحافظات أخرى، بالبصرة، بذي قار، بكركوك، يعني هنالك وقفات مناهضة وضد المساعي الراغبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية. بعد قليل سيكون هنالك بيان مشترك لهذا التحالف الرافض لهذا التعديل، سنطلع عليه بعد قليل. لكن بصورة عامة الأعداد بدأت تتسع هنا في ساحة التحرير داخل بغداد، في وسط بغداد، رافضة وبقوة لكل النوايا التي ترغب بتعديل قانون الأحوال الشخصية سرمد. نعم، مراسل يو تي في أحمد مؤيد من وسط ساحة التحرير، شكرا جزيلا لك.